عسلمة ديار حيمي من اسوسياسيون جون اكتيف القاسريين من تونس. ومي مفهوم بجمعية الشؤون التربية والثقافة فرانسيزميت. اليوم ملمومين في اطار البروجي دو سوليداريتي انترناسيونال اون تونيزي اللي واقع في مدينة القاسريين اللي فيه شباب من تونس وشباب من المغرب. احنا الان في اطار برنامج تضامن دولي تحت جناح سوليداريتي لايك. احنا الان في تونس باش اننا نخدموا على واحد الموضوع اللي كيهم العالم كامل وكيهمنا احنا كدولتين وكمدينتين اللي هو موضوع ديال البيئه. عادينا نهارات مزيانين على الاخر وداو تشوفوا الحاجه هذه في الفيديو. بالنسبه للنهار الاول تلاقينا شدينا الطريق بالليل من المغرب تلاقينا وصلنا لتونس تلاقاو لينا الاخوان من جمعيه شباب فاعل. من بعد خلينا الطريق لمدينة قصرين وقفنا في واحد المنطقة من أجل الراحة ومن أجل تناول وجبة الغداء. كملنا الطريق لولاية قصرين وصلنا للفندق تلاقينا الأصدقاء ديال شباب فاعل كاملين كيتسناونا ورحبوا بنا. بالنسبة لليوم الثاني كان عندنا لقاء مع مسؤولي الدولة مع مسؤولي ولاية قصرين باش يكون واحد الانطلاقة رسمية لمشروع التضامن الدولي. من بعد درنا جو دو بريز دو كلاس تعرفنا فيه على بعضياتنا عرفنا بالاسماء ديالنا شاعدنا في لاج لي دومين ديالنا باش نعرفوا شكون اللي مقارب في بيناتنا في لي دومين. من بعد كانت عندنا ورشه ديال لي زوديتي تعرفنا فيها على اهداف التنميه المستدامه درنا دي جو باش قدرنا اننا نفهموا اهداف التنميه المستدامه اكثر. من بعد درنا واحد لو جو ديال كيفاش كنشوفوا العالم نظرتنا للعالم من هنا ل 50 سنه بطريقة إيجابية وطريقة بوزيتيف وطريقة اللي صديقة للبيئة. دابا الأخ ضياء غادي يهضر لنا على اليوم الثاني. في النهار الثاني تلمينا الصباح في دار الشباب عملنا انرجايزر كالعادة كما كل يوم باش نبدو به النهار وبعد بدينا في البرين ستورمينغ على الايدياز اللي باش نعملوهم في النهار هذاك. تفاهمنا ان باش نتقسموا تخواز اتوليي اتوليي جارديناج اتوليي ريسيكلاج واتوليي بانتر. قسمنا لي جروب وبدينا في الخدمة. تعدى نهار ياسري تعب أما في نفس الوقت تعدى نهار ياسر بروديكتيف تعرفنا فيه على بعضنا أكثر خدمنا عملنا برشا إيفور في الأخر خرجت خدمة مزيانة برشا خلينا لومخان تبتاعنا في المؤسسة وفي الولاية وكا. بالنسبة لليوم اللي بعده كان اكسيبسيونال شوية حيت خرجنا بكري من قصرين في اتجاه منطقة لاجرد. في الطريق دزنا على بحيرة لاجرد اللي هي واحد المنطقة اللي زوينة وعرفونا شباب ديال الجمعية على منطقة لاجرد وعلى بحيرة لاجرد تحدثوا لنا عليها شوية. من بعد وصلنا لواحد المدرسة ابتدائية قررنا أن نديروا لها إعادة تهيئة. كيف كتعرفوا دابا كنا لا غون سكولير بغينا دوك لي زونفون يجيو يلقاو ليكول ديالهم في واحد تيم جديد فيها حياة فيها روح باش كيكون عندهم لونفي أنهم يقراو. درنا إعادة تهيئة الواجهة الأمامية للمؤسسة ومن طون درنا صباغة للباب ديال المؤسسة ودرنا إعادة تهيئة تربة الأشجار. من بعد جات عندنا الإذاعة التونسية درس معنا ديزاين تغبيو على البروغرام على المدرسة اللي جينا ليها ومن طون كانوا الإخوان كيديروا الأنيماسيون لأطفال المؤسسة وأطفال المنطقة. في الفترة المسائية مشينا لواحد البلاصة اللي زوينة بزاف اللي هي الكهف الكبريت. الاخوان حدثونا على القصه ديال داك الكهف كيفاش كان داك الكهف كيخدم شنو خرجوا من داك الكهف كيفاش كان داك الكهف مساهم في اقتصاد الدوله. مالوغوزمون في الليله هذيك صارت الكارثه الطبيعيه نتاع الزلزال في المغرب. دونك في النهار اللي بعده قررنا ان نخلو نهار فليكسيبل شويه باش نتفرهدوا شويه ونخرجوا من الجو نتاع التازم. عملنا جوله على كامل ولايه القاسرين مشينا دورنا شوي ومشينا للاسواق مشينا بقينا مع بعضنا باش تتوطد العلاقات شويه بينات لي جوان تعرفنا على بعضنا اكثر. وفي العشيه كملنا الخدمه ولي زاتولي نتاعنا ولي فورماسيون عملنا فورماسيون على لي زيفي نتاع شونجمون كليماتيك على تيزنيت وعلى القاسرين وتعرفنا على برشا مشاكل مشتركه بين الزوز مناطق هذوما. اقترحنا برشا حلول مشتركه كانت فورماسيون فليكسيبل ومحلاها على الاخر على خاطر كانوا فيها دي ديبا وكان فيها برشا نشاطات. بالنسبه لليوم اللي بعده كانت عندنا ورشه ديال لي فورماج ميديا جيدوزير تعرفنا فيها على لي ميديا جيدوزير لي فورما ميديا جيدوزير او ميم طون درنا فيها واحد تيتي اكزيرسيس او واحد جولي وصغير تعرفنا فيها على منين ناخذ المصادر الموثوقه
والاخبار اخبار المصادر الموثوقه والاخبار الزائفه الفيك نيوز. من بعد ذاك النهار في الفتره المسائيه كان عندنا جوله في مدينه قصرين في اماكن الاثريه بمدينه قصرين. مالوغوزمون حنا كيسالي عندنا البرنامج ديال التضامن الدولي، حنا خدينا الطريق للمغرب، خلينا البصمه ديالنا في قصرين، في تونس في قصرين، خلينا واحد الفضاءات اللي فيهم الحيويه فيهم نشاط، بنا علاقات انسانيه، تعرفنا على بعضنا اكثر، تعرفنا على الثقافه التونسيه، درنا اصدقاء، وحتى هما جاوا المغرب مرحبا بهم. وهنا كنقول لكم باي باي.